التلميذ الذي حاز على الرتبة الأولى وطنيا نظاميين التلميذ أو المترشح بن قداش محمد الأمين، المعدل 19.5، معدل المواد الأساسية 19.62، شعبة علوم تجريبية، هو متمدرس في ثانوية العقيد علي تونسي بولاية غليزان. المرتب الثاني وطنيا هو دعاشي أسامة بمعدل 19.32 ومعدل المواد الأساسية 19.81، شعبة علوم تجريبية، من ثانوية محمد شريف مقران في تيزين بشار بولاية سطيف. الثالثة وطنيا هي ابنتنا هلال إيمان فاطمة الزهراء 19.32، وقد يقول قائلا كيفاش فصلت بينها وبين اللي قبلها، الاثنين لهما 19.32 لأنه الاحتكام هنا في معدل المواد الأساسية. دعاش أسامة عنده 19 في المواد الأساسية، عنده 19.81، وفاطمة الزهراء عندها 19.47، وبالتالي صنفت هي الثالثة. هي كذلك في شعبة علوم جيبية من ثانوية عبد المؤمن بولاية سعيدة. بالنسبة للمرتبة الأولى وطنياً،